مشاهدينا، غسيل الكلى هو إجراء يتم للمصابين بأمراض مزمنة في الكلى، وهو يقوم على تنقية الدم من الشوائب التي توجد فيه. اليوم سنتعرف أكثر على هذا الموضوع وما الحالات التي تستدعي غسيل كلى من خلال هذا التقرير. عندما تقصر الكلى عن وظائفها الطبيعية، من أهم الأعراض التي تظهر هي أعراض انحباس السوائل، الودمات، ارتفاع الضغط الشرياني وزيادة الوزن، بالإضافة إلى بعض الأعراض السريرية الناجمة عن تراكم الشوائب والسموم المطروحة بشكل طبيعي عن طريق الكلى. يحتاج المريض المصاب بهذا المرض الكلوي إلى غسيل كلى عندما يصل إلى مرحلة لا يمكن معاوضة وظيفة الكلى، والكلى فقدت الكثير من وظائفها حتى 85% من وظائفها، مما يعني أن بقاء حتى 10 أو 15% من وظائف الكلى النظرية موجودة، هذا لا يستدعي غسيل الكلى مباشرة إلا بحالات خاصة إذا في أعراض يعني سريرية أخرى تمكن أن تهدد الحياة. إذا بعد مرحلة التقييم لحالة المريض دخلنا الآن إلى وحدة غسيل الكلى. عادة دكتور فريدريك، من يحتاج إلى غسيل كلى؟ كل مريض بمرض كلى مزمن وصل إلى مراحل متقدمة من هذا المرض، وأصبحت الكلى عنده يعني عاطلة ولا يمكن تقوم بوظيفة الطبيعية، فنضطر أن نعوضها بغسيل الكلى. جميع المرضى لهم تقريبا نفس عدد الجلسات في الأسبوع ونفس الوقت الجلسي، يعني 3 مرات في الأسبوع، وكل جلسة تستغرق 4 ساعات. هذا بغض النظر عن سبب مرض الكلى أو عمر المريض. إذا تأخر المريض عن الجلسة بيزيد تراكم المواد السامة في دم المريض، وبيزيد كمية المياه والأملاح في الجسم، وطبعا بيزيد ضعف الجسم لأنه صار بده الجرعة الأخرى أو القادمة وهي الجلسة القادمة. للأسف الجلسة إذا صارت الجلسة القادمة هتكون أصعب بكثير مما إذا تركنا فترات منتظمة بين الجلسات. وإذا للأسف بعض المرضى أو مريض يعني حب يوقف الجلسات لسبب من الأسباب، طبعا النتيجة للأسف أنه الموت. بالنسبة للمرضى المصابين بأمراض كلى، المتابعة الدورية مع الطبيب الأخصائي شيء كثير مهم. ثانيا المتابعة على العلاج طبعا، وتخفيف والسيطرة على الأمراض الجهازية التي أدت هي إلى أمراض الكلى. بالنسبة للمرضى أو عفوا للأصحاء اللي ما عندهم أمراض كلى، التوصيات بمحاربة أيضا كل عوامل المؤدية إلى السكر، أمراض السكر أو ارتفاع الضغط، الشرب بكميات كبيرة، اللايف ستايل والتمرينات الرياضية لنتفادي زيادة الوزن، والامتناع عن أخذ المسكنات والعقاقير موجودة في الصيدلية والمباعة بشكل حر التي يمكن أن تؤذي الكلى خاصة على مدى البعيد واستمرار تعاطيها. يمكن أن يساعد تناول الأطعمة المناسبة على تحسين غسيل الكلى والصحة بشكل عام، وهو أمر يجب أن يكون مدروسا بعناية تامة مع الطبيب المختص لضمان الصحة التامة للمريض.